اصفر ولا احمر؟ معلش بقى هقطع عليكم فيلم الجميله والقرد دوت. اوه انا شكلي جيت في وقت غير مناسب. انت فهمت ايه يا سمير؟ وايه اللي جابك دلوقتي؟ اللي جابك دلوقتي يبقى كده عايزك على الخاص. طب ما تبعت لي. ابعت لك ايه ونيله ايه؟ عايزك في موضوع بيني وبينك. طب همشي انا يا نافع عشان كده كده اتاخرت على الشغل. باي باي يا سكوبار. مع السلامه. مع السلامه يا ماما. خلي بالك من نفسك. امشي عدل. انت مالك بيها انت؟ اه صحيح، كلمتين والرد غطاهم يا نافع. البيت هيتباع يا محمد يا نافع. بيتي؟ طبيت يلا. انت مش مره زمان قلت لي عايز ابيع البيت دوت وقلت لك لا؟ لا، البيت هيتباع يعني هيتباع يا محمد يا نافع، ولو الذوق مش نافع العافيه تنفع يا محمد يا نافع. انت بعطلني بقى عشان تيجي تقعد تقول لي شعر؟ قلت لك لا. لا، البيت هيتباع يا محمد يا نافع. انا جاي لبيعه في البيت ب 450 الف جنيه. هندفع مديونيه البيت اللي هي 400 الف جنيه، وهيبقى لنا 50 الف جنيه. عارف يعني ايه 50 الف جنيه يا محمد يا نافع؟ يعني انا 25 وانت 25. عارف هتعمل ايه بال 25 الف جنيه؟ ممكن تتجوز اليمامه اللي لسه ماشيه دلوقتي، وهتجيب لها شبكه وعربيه وتعمل فرح وهنيمون. ايه الهبل ده؟ كل ده ب 25 الف جنيه؟